شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات لقيادات في حركة فتح ونشطاء مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في القدس المحتلة. وتسود في مدينة القدس حالة من التوتر والاحتقان الشديد بعد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الإبقاء على البوابات الإلكترونية التي ثبتتها الشرطة الإسرائيلية الأحد الماضي على بعض أبواب المسجد الأقصى. وأكد الفلسطينيون على الموقف الموحد بعدم دخول المسجد الأقصى عبر هذه البوابات، فيما قررت الشرطة منع دخول من هم أقل من 50 عاما إلى البلدة القديمة والأقصى. Ah, c'est ça.